كيفكم؟ أنا اسمي سنو وايت، واليوم راح أحكيكم قصتي. مستعدين؟ أوكي، إن شاء الله إنها تساعدكم على النوم. في يوم من الأيام جلست الملكة تحيك على شرفة ذات إطار خشبي أسود اللون، وعن طريق الخطأ وخزت إصبعها بإبرة الخياطة، فنزفت 3 قطرات من الدماء وتمركزت فوق الثلج نفس البياض. عندما رأت الملكة منظر الدم الأحمر القاني على الثلج الأبيض الناصع قرب إطار النافذة الأسود الحالك، دعت الله أن يرزقها طفلة بيضاء كالثلج بشفاء حمراء كالدم وشعر أسود كخشب الأبرنوس. تحققت رغبة الملكة، ولكن للأسف توفيت أثناء الولادة، وسرعان ما تزوج الملك من امرأة أخرى، امرأة مغرورة إذ كانت الأجمل في البلاد. في يوم ما كانت سنو وايت تغني في الغابة. I'm wishing for the one I love to find me today. I'm hoping and I'm dreaming of the nice things he'll say. Oh, the nice things he'll say. بينما كانت سنو وايت تغني، سمعها أمير كان على حصانه يتجول في الغابة، فتوقف وبدأ يغني مع سنو وايت. خجلت سنو وايت كثيرا، ولكن بدأوا بالحديث معا وشعروا بانسجام شديد. انجذب الأمير لجمال سنو وايت ووقع في حبها. في ذلك الوقت وجدت الأب كل يوم تكلم مرآتها السحرية لتتأكد أن ما من امرأة أخرى تضاهي من جمالها، إلى أنه في أحد الأيام وقفت الملكة أمام المرآة السحرية سائلة إياها: مرآتي التي على الجدار، من هي أجمل امرأة في كل البلاد؟ لتجيب المرأة بأن سنو وايت هي الأجمل في كل البلاد، فتعمي الغير الملكة وتشتد غضبا وتبدأ بالتخطيط للتخلص من سنو وايت. لذلك أمرت صيادا بأن يأخذ سنو وايت إلى الغابة ويقتله، ولكنه رفض. فقامت الملكة بتهديده، قالت له: إن لم تقتل سنو وايت لن ترى عائلتك مجددا. ولكي تتأكد من أن الصياد قد أنجز المهمة، أمرته بأن يحضر لها قلب سنو وايت. فأخذ الصياد سنو وايت إلى الغابة، ولكن لم يستطع أن يقتلها، فقد أشفق عليها وقد كانت تتوسل إليه للإبقاء على حياتها. فأطلق الصياد سنو وايت وشرط عليها ألا تعود إلى المملكة أبدا.
هربت سنو وايت، هربت، بدأت تركض وتركض وتركض. أما الصياد فأصطاد حيوانا صغيرا وأخذ القلب إلى الملكة. أثناء هرب سنو وايت إلى الغابة وجدت بيتا صغيرا فاتجهت نحوه ودخلت إليه ووجدت مائدة صغيرة وبجانبها سبع كراسي صغيرة، ولكن لم يوجد أحد في المنزل. ففكرت سنو وايت وقالت سوف أنظف المنزل وأجهز بعض الطعام، عندما يعودون أصحاب المنزل سوف أطلب منهم أن يسمحوا لي بالبقاء. فبعدما انتهت سنو وايت من التنظيف بدأت تشعر بالتعب، فذهبت إلى الطابق العلوي حيث وجدت غرفة بسبعة أسرة صغيرة. فاندهشت سنو وايت وتساءلت هل قد يكون المنزل ملكا لسبعة أطفال؟ ولكن سنو وايت كانت متعبة جدا فنامت بأحد الأسرة. عاد أصحاب المنزل في المساء ليتضح أنهم سبعة أقزام يعملون في منجا. اندهش الأقزام عندما وجدوا المنزل نظيفا والطعام على المائدة، فعلموا أن أحد ما يوجد في المنزل. فاتجهوا إلى الطابق العلوي ووجدوا سنو وايت نائمة. اقتربوا ليوقظوها، ولكن عندما رأوا جمالها وبراءتها لم يستطيعوا، قرروا أن يتركوها تنام. في الصباح استيقظت سنو وايت وروت لهم قصتها، سمحوا لها بالبقاء مؤكدين عليها ألا تفتح الباب للغرباء خوفا من الملكة. في هذا الوقت سألت الملكة مرآتها السحرية مرة أخرى، مرآتي مرآتي التي على الجدار، من هي الأجمل في كل البلاد؟ أجابت المرآة سنو وايت هي الأجمل. غضبت كثيرا الملكة وعلمت أن سنو وايت على قيد الحياة. أظهرت لها المرأة السحرية أن سنو وايت تعيش في الغابة مع سبعة أقزام، فعلمت أن الصياد قد خدعها، فقررت أن تتخلص من سنو وايت بنفسها. لذا تنكرت الملكة بزي عجوز وذهبت لزيارة سنو وايت في الغابة. تظاهرت الملكة بأنها امرأة تبيع الشرائط، وعرضت على سنو وايت بعض الشرائط.
ولكن سنو وايت رفضتها وقالت لها شكرا ولكني لست بحاجة إلى شرائط. فعادت مرة أخرى الملكة وحاولت أن تبيعها الأمشاط. ولكن رفضتها مجددا. عادت وقالت لها شكرا لكنني لست بحاجة للأمشاط. فقررت الملكة بأن تتخذ طريقة أخرى، فتظاهرت بأنها عجوز مريضة. عندما رأتها سنو وايت حزنت عليها كثيرا، فأسرعت وأحضرت لها كوب من الماء، فشكرتها كثيرا وقالت لها دعيني أرد لك الجميل، خذي هذه تفاحة مني. أعطتها تفاحة مسمومة، فعندما قامت سنو وايت بقضم التفاحة فقدت وعيها على الفور. فعندما رأوا حيوانات الغابة ما حدث لسنو وايت أسرعوا ليخبروا الأقزام السبعة، ليعودوا إلى المنزل وينقذ سنو وايت. ولكن عندما عادوا الأقزام السبعة إلى المنزل حاولوا إيقاظ سنو وايت ولكن بدون جدوى، وحيث أن الأقزام لم يعرفوا ماذا حدث لسنو وايت وماذا استخدمت الملكة لتسحرها، فظنوا أنها قد ماتت. لم يتمكنوا إلا من وضعها تابوت زجاجي، وحزنوا جميع الحيوانات، وبقي الأقزام دائما يحرسون تابوت سنو وايت. ولكن الأمير كان ينتظر سنو وايت عند القصر كل يوم لكن لم يراها، فقرر أن يبدأ بالبحث، وبحث في الغابة، وأخيرا وجد الأمير سنو وايت في التابوت الزجاجي. وطلب من الأقزام السبعة الإذن بأن يأخذ التابوت معه إلى القصر، فوافق. عندما كان الأمير وخدمه يحملون التابوت، تعثر شخص ما عن طريق الخطأ، مما تسبب بالاهتزاز التابوت، ومما أدى إلى خروج قطعة التفاح العالقة حلق سنو وايت. واستيقظت، ففرحوا جميع الحيوانات وفرحوا الأقزام، وعبر الأمير عن حبه لسنو وايت وعرض عليها الزواج، فوافقت وعاشوا في سعادة إلى الأبد. وهكذا انتهت قصة سنو وايت. أنها ساعدتكم على الاسترخاء، والآن أتمنى لكم أحلام سعيدة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وزر الجرس، وعندي باتريون إذا حابين تدعموني، الرابط في الأسفل.
I'm hoping and I'm dreaming of the nice things, so the nice things he'll say.